اسمي رحاب الدليل، independent photographer، عايشة في القاهرة بس بيتي يعتبر في كافرين. باجي هنا بقالي كتير جدا وعندي زي connection مع الناس اللي هنا والطبيعة والحالة المكان فيه بالانرجي بتاعته. في 2009 بدأت مشروع اسمه كافرين موجودة. كافرين موجودة هو مشروع فوتوغرافي عبارة عن فور ستوري يسجل حالة المكان بأهله من خلال تجربتي أنا وزياراتي الكثيرة اللي بعملها. احنا عاملين الكراود فاندنج كامبين دي عشان تساعدني أكمل المشروع وأعرض الصور في أماكن مختلفة وكمان أساعد الناس. 60% من الفلوس اللي جاية من الفلاجز وكمان الصور بتتباع بتروح لأهل البلد عشان تساعدهم في تنمية المجتمع. أول طريقة ممكن تساعد كافرين موجودة بيها إن أنت تفلج في الكراود فاندنج كامبين، وتاني طريقة لو مش قادر تفلج ممكن أنت تنشر الرسالة دي لكل الناتورك اللي عندك.